عليكم، اهلا وسهلا، اموركم بخير. فيديو جديد معايا، غنشارك معكم هذا النهار كيفاش دوزتو. صراحه كان الجو يعني مشمس، كان الجو زوين، فخرجنا هكا نستافدو من هذا الفيتامين الطبيعي. واخا كان البرد يعني الجو كان احسن. خليكم مع هذا الفيديو، غنشارك معكم من بعد هذه الجوله، غنشارك معكم واحد الوصفه ديال الدجاج كيجي معمر بالشعريه الصينيه او شعريه الارز طيب بالبخار. خليكم مع الفيديو، ما تمشيو فين. بالنسبه لهذه الوصفه ديال الدجاج اللي غنشارك معكم، انا غنستعمل دجاجه وحده. غنشارك معكم الشرموله شنو غندير فيها. هي اللوله، عندي هنا الزعتر، قليل من الزعتر، قليل من فلفل احمر حلو، قليل من فلفل حار ماشي بزاف لان هذه حاره، بامكانكم تضيفوا على حسب الرغبه. ملح حسب الذوق، ثوم بودره بامكانكم ديروا الثوم عادي، فلفل اسود او ابزار، قليل جدا من القرفه يعني حوالي راس ملعقه، كركم او الخرقوم، وسكنجبير. اذا هذه هي التوابل اللي غدا نحتاج انايا لهذا الدجاج. بامكانكم تضيفوا اليازير حتى هو كيجي زوين بزاف بزاف. انا بالنسبه لليازير غنخليه نديرو في الحشو ديال الشعريه الصينيه، غتشوفوا معايا من بعد. هنا انا غادا نضيف الحامض، عصير الحامض كيجي زوين اكيد مع الدجاج، كيعطي مذاق واعر، ومعروف ان الدجاج راه كيتوالي معاه الحامض. بامكانكم تضيفوا قليل من السمن الا كان عندكم. انا غنضيف ملعقتين زيت زيتون حتى هو كيجي زوين بزاف في هاد الدجاج. هذا الزيت ديال المغرب الوزانيه. انا غنضيف جوج معالق ديال زيت العود كيف ما هو موضح في الفيديو. صافي، هنا غنخلط التوابل ديالي
وغادي نضيف قليل من الماء، هذاك الكاس يعني ضفت قليل حوالي الربع. ومن بعد غنضيف القزبر يابس، دابا ما عنديش، من بعد غنجيبو غنضيفو هنا، نضيفو على الدجاج ديالي. دابا خديت بلاستيك غذائي وغنغطي الدجاجه ديالي من بعد ما شرملتها مزيان، وحاولت ندخل التوابل وسط يعني وسط الجلده، ودخلت وسط الدجاجه مزيان. غنخليها تشرب ليا التوابل، انا هنايا راه مع الصباح درت الشرموله للدجاجه وخليتها حتى العشيه اللي بديت كنطيبها. صافي غنغطيها ونخليها يعني ترتاح. هنا دزت انايا درت الشعريه الصينيه اولا شعريه الارز، معروف كيفاش كنستعملوا ليها. صافي غناخذ الماء طيب يعني سخون بزاف درجه الغليان، صافي وغنفرغوا على الشعريه ونخليها حتى تطلق مزيان، من بعد نصفيها ونقطعها بالمقص باش ما تبقاش هكا طويله بزاف. الدجاجه ديالي ها هي، من بعد جيت ضفت ليها هكا القزبر اولا البقدونس مجفف، هنا الحشوة خديت الشعرية الصينية ضفت عليها، قطعت قليل من الزيتون. وبالنسبة للتوابل نفس التوابل تقريبا اللي درت في الدجاج، غير هي ما درتش القرفة، درت الخرقوم، بزار، القليل من الفلفل الأحمر، درت سكنجبير، خرقوم، القليل من الملح، وضفت عليها ملعقة زيت زيتون، ضفت على القليل من عصير الحامض. بالنسبة للأعشاب درت الزعتر اليزير، إلا كانت عندكم هكا الكاشير ممكن تقطعوه، الكبد ديال الدجاج حتى هي ممكن تقطعوها، ولكن صراحة غير بحال هكا هاد الشعرية هكا والزيتون والتوابل اللي درت فيها والزعتر اليزير كيعطي واحد المذاق فيها خطير. وضفت ايضا فيها الحار كيجي فيها واعر بزاف بزاف. صافي هنا غنعمر الدجاجه ديالي وغنحاول نجمعها مزيان باش هذيك الشعريه يعني ما تفرغش ليا ملي ندير الدجاج ديالي تبخر. المهم انا هنا راه باقا كنقاد فيها. صافي الدجاجه ديالي ها هي وجدتها، خديت هنا آلة الطهي على البخار البرما، درت فيها الماء، صافي خليته حتى يسخن ودرت الدجاجة ديالي. هنا هي بدات كطيب تقريبا طابت، خديت سكين بديت كندير في هاد الفتحات باش تزيد تطيب السدر مزيان. كمرافق لهاد الدجاجة خديت هنايا البطاطا، من بعد ما طلقتها درت ندير لها الشمر ديالها، وعندي هنا الخيزو والفاصوليا. هذا هو الطبق النهائي الدجاجة ديالي من بعد ما طابت. خديتها دهنتها بالقليل من الزبدة ودخلتها للفران، يعني ما تحاولوش تكتو الزبدة. صافي وقدمتها بهذا الشكل، هذيك الشعريه اللي بقات لعندي حتى هي درتها في الطبق التقديم لانها كتجي بنينه بزاف. درت الجزر اللي درت معاكم، اللوبيا، البطاطا. بالنسبه لهاد الشرموله ديال الخضر غنحط لكم فيديو كنت شاركته معكم من قبل فيه كل التفاصيل، راه سهله وكتجي بنينه بزاف بزاف. نتمنى هاد الطبق اللي شاركت معكم يكون عجبكم، نتمنى انكم تجربوا لانه كيجي هائل جدا. وبالصحة والراحة، شكرا على المتابعة، ما تنساوش لعجبكم الفيديو ديروا لايك، وما تنسونيش من الدعم ديالكم. شكرا على المتابعة، مع السلامة.